لكي انت مرتي. قلتي ما لازم تعرف انه زواجنا مزيف. لسه بدك اياها تفكر انك مرتي قليلي. معناتها حطي هالكلمتين براسك. ما حدا ابدا في خلي زوجة امير تارهون تخدمه وتحمل شنتاي. انت لازم تفهمي هالشي وكتير منيح. اذا بدهم يلعبوا رح يلعبوا هاللعبة بقواعدي انا. فهمتيني؟ فيك تسكري الباب وراكي؟ الله يجزي الخير لأمير بيك، قديش رجال كريم ومحترم. ايه فعلا، هو بيبين قاسي بس قلبه طيب كتير وبحب يقدم الخير. لو كان حدا تاني كان أكيد هلأ رجعني على أرز روم. بس أمير بيك قال لي إنه الست قدرية أمنته فيني وهو رح يخليني هون. توقعت إني رح ضل لحالي بعد ما توفت الست قدرية، بس أمير بيك تكفل فيني. بالأول بكيت كتير لأني ما كنت بعرف شو رح أعمل لحالي. أختي، أنا كبرت وما عندي إخوات، إذا قلت لأمير بيك أخي بيعصب. ليش لحتى يعصب؟ هو مثل أخوك الكبير وانتي صرتي فرد من هالعيلة كمان. لا تخافي بنتي، ما رح نتركك لحالك. أنا بفتح. هدول أكل لأمي. أخي سافاش هو بعت لياهم. أعطيني. لا تقال عليكي، قولي لي وين وأنا بحطهم. روح قول لأخوك سافاش إنه نحن منعرف كيف نستقبل ضيوفنا كتير منيح، وضيوفنا بهذا البيت ما بيجوعوا ابدا. خذ الغراضي اللي معك ورجع له اياهن. بس انا ماني ضيفه، ولا تفكري حالك انك مستقبلتيني. انا هون عايشه ببيت ابني ورح اكل من يلي بيبعت لي اياه. بشو عم تطلعي؟ خدي الاكياس منه. بده يضل واقف؟ من هلا ورايح رح تحضري لي أكل من هالغراض يا بنت. يلا لساتك واقفة عندك؟ أه تعي لشوف، رح قلك وصفة تطبخي لي إياها على العشاء. بس بالأول ناديلي عالشاب يلي حمل لي الشناتي. هالكومودينا الرخيصة يلي بغرفتي ما حبيتها أبداً، بدي منه يشيلها. قلت له لابني سافاش يشتري لي غرفة نوم مرتبة، وابني بيدللني كتير، رح يجيب لي غرفة. استني فيدان، كل غرض بهالبيت له مكانه بالتحديد،
ومستحيل إنه يتغير، واللي ما عجبه خليه يرجع على بيته. رح أنصحك نصيحة، أنا شو بقلك بتنفسي فورا. ها تعي قول باري، انت يلي رح تحضري الأكل من هالغراض. هديك البنت شكلها ما بتعرف تعمل شي، فبدي قول باري. بنتي لا تعذبي حالك، مليكة بتعمل كل شي. انتي خليكي بحالك يا ست جاهدة، بيكون أحسن. هي لولانا ما كانت لقت شي تاكله أصلا. ما فيها ترد لنا هالدين لو شو ما عملت. بس ما كنا منعرف إنه عدونا كان عايش بيناتنا. أنا بحضره. الله كبير كتير، ويلي بياكل حرام الله رح يجازيه بالأخير. انتي منيحة؟ كيف كنتي عايشة معه؟ لما تطلع فيني بحس جسمي صار يرجف. تزوير والله بتخوفني. هي قلبة طيب كتير، لا تخافي ما رح تأذيكي، لا تاكلي هم. بنتي أنا بكفي اللي عملتيه بنتي، مانك مضطرة تعملي كل هاد. خلص رح أقول لمريكة تحضر الأكل. لا لا أنا بحضره. قول بيري ما حدا جابرك تعملي هالشي، أنتي هلأ مانك بحاجة هدول الناس. ما رح أقبل تعملي شي أنتي ما بدك تعملي، مانك مضطرة تنفذي اللي بتقوله. ما حدا في يجبرك على شي أنتي ما بدك تعملي. أنا بدي. طيب بنتي إذا هالشي بيريحك. مثل ما بدك.